مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب مدارس الأندلس بالصف التاسع. اليوم إن شاء الله عز وجل سوف نراجع الدرس الأول، الحركات الباطنية البطيئة، ونبدأ بالربط بين الدرس الماضي وبعض الأسئلة الهامة. أولاً، العوامل الباطنية المؤثرة في تشكيل سطح الأرض. نذكر معنا الحركات البطيئة وأيضا هناك حركات سريعة. الحركات البطيئة قلنا أنها تنقسم إلى انكسارات والتواءات، أما الحركات السريعة فكانت عبارة عن البراكين والزلازل. أيضا معنا سؤال غاية في الأهمية، أنواع الانكسارات. قلنا الحصة الماضية أن الانكسارات ثلاث أنواع، منها العادي ومنها السلمي ومنها المعكوس. ثالثا أنواع الالتواءات، هذا شباب كان في الدرس الماضي. أنواع الالتواءات، التواء محدب تكون الصخور إلى أعلى تلتوي إلى أعلى، والنوع الثاني التواء مقعر تكون الصخور فيه إلى أسفل. السؤال الرابع، ما الأشكال الأرضية الناتجة عن الانكسارات؟ ينتج عن الانكسارات بفضل الله تكون الجبال الانكسارية وتكون الحافات الانكسارية والأغوار المنخفضة وتكون الأغوار والخوانق الأرضية العميقة. تكون الخوانق الأرضية العميقة. هيا بنا يا شباب، عنوان درس اليوم مراجعة وحل تدريبات الكتاب المدرسي. نريد من كل الطلاب فتح الكتاب وإحضار قلم، ونتابع مع بعض صفحة 21 إلى صفحة 23. بسم الله نبدأ. أهداف درس اليوم، أن يستطيع الطلاب الإجابة على الأسئلة الموضوعية الواردة بالدرس، وأيضا أن يجيب الطلاب عن الأسئلة المقالية الواردة بالدرس. أول سؤال معنا أحبتي الكرام، وهو سؤال موضوعي في الكتاب المدرسي صفحة 21. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: من الحركات الداخلية الباطنية البطيئة، أحسنتم، الانكسارات. السؤال الثاني، نتابع السؤال الثاني مقالي، السؤال الثاني موضوعي: تعمل الحركات الداخلية الباطنية البطيئة على، نفكر، بارك الله فيكم، تعمل على تشكيل التضاريس الكبرى. إذن الحركات الداخلية الباطنية البطيئة تعمل على تشكيل التضاريس الكبرى. نتابع السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة، والسؤال رقم ثلاثة: من جبال الوطن العربي الانكسارية، جبال، هيا يا شباب بارك الله فيكم، نعم، جبل عسير، يعتبر جبال عسير من جبال الوطن العربي الانكسارية. الآن مع السؤال الرابع، الاختياري الرابع: من أمثلة الجبال الالتوائية الكبرى في قارة أمريكا الشمالية، جبل روكي يعتبر من الجبال الالتوائية الكبرى في قارة أمريكا الشمالية. هيا ننتقل إلى السؤال الثاني، عرف المفاهيم الآتية. وأرجوكم يا شباب، أكرر مرة ثانية إحضار القلم ومتابعة الفيديو وفتح الكتاب. لدينا تعريف الانكسار: كسر في الصخور الصلبة للقشرة الأرضية، ويرجع هذا الكسر بسبب قوة الشد أو الضغط من الجوانب. ثانيا لدينا مفهوم الالتواء. الالتواء هو ثني أو طي في الصخور الرسوبية وتقوسها أعلى أو أسفل.
نتابع الآن السؤال الثالث، بما تفسر بالكتاب المدرسي، صفحة 22. بما تفسر، أول سؤال معنا بما تفسر تكون الأغوار المنخفضة. هيا بنا يا شباب نسترجع درس الأغوار وما أسباب تكون الأغوار المنخفضة. بارك الله فيكم. الإجابة هي حدوث انكسارات في الصخور الصلبة للقشرة الأرضية. ثانيا، ما سبب تكون جبال الهيمالايا في قارة آسيا؟ السبب هو، بارك الله فيكم، بسبب حدوث التواءات في صخور القشرة الأرضية. ثالثا، لماذا سميت الحركات البطيئة بهذا الاسم؟ بما تفسر، تسمية الحركات البطيئة بهذا الاسم، السبب هو هذه الحركات كما قلنا من قبل يا شباب تحتاج فترات زمنية طويلة حتى يظهر آثار هذه الحركات، تحتاج فترة زمنية طويلة وأيضا تحدث ببطء. إلى السؤال الرابع أحبتي في الله، السؤال الرابع أجب عما يلي. أولا، أذكر أنواع الانكسارات، وأذكر تقدمنا في بداية الفيديو عن مراجعة عن الانكسارات، وعرضنا مع بعض الصور الثلاثة للانكسارات، فلدينا الانكسار العادي، ولدينا انكسار سلمي، وانكسار معكوس. هيا بنا نتابع السؤال الرابع، أجب عن ما يلي: ما الفرق بين الالتواء المحدب والالتواء المقعر؟ سوف نظهر لكم أحبتي صورتان. الأولى، التواء الطبقات الصخرية إلى أعلى، كما تشاهدون الصخور تلتوي إلى أعلى، وهنا نقول أن هذا الالتواء التواء محدب. أما الالتواء المقعر، لاحظ مع الصورة، نجد أن التواء الصخور هنا يكون إلى أسفل هكذا، فالفرق بينهما أن الالتواء المحدب التواء الطبقات الصخرية يكون إلى أعلى كما موضح في المؤشر، أما الالتواء المقعر تلتوي الصخور هنا إلى أسفل. نتابع السؤال الخامس، صفحة 23 بالكتاب المدرسي. أمامك خريطة للعالم، المطلوب يا شباب نوضح ما تدل عليه الأرقام. خريطة العالم لدينا من 1 إلى 5، 5 أرقام. هيا، لدينا جبال، 3 جبال، جميعها جبال. أحسنتم، رقم 1 جبال، بارك الله فيكم، جبال الهيمالايا. رقم 2 تعطى هذه جبال موجودة في قارة أوروبا، بارك الله فيكم، تسمى جبال الألب. أما الجبال رقم 3 فهي توجد في قارة مشهورة جدا، قارة إفريقيا، قارة إفريقيا، وهو جبال البحر الأحمر، جبل البحر الأحمر. رقم 4 لدينا شباب قارة أمريكا الشمالية، وهي جبال روكي. والجبل رقم 5 جبال الإنديز. السؤال السادس، قارن بين الالتواءات والانكسارات من خلال الجدول التالي. نريد أن نعقد مقارنة بين الالتواءات والانكسارات من خلال الجدول المعروض أمامنا الآن. من حيث وجه المقارنة، نوع الصخر لكل من الانكسار والالتواء، وأيضا من حيث الأشكال التضاريسية الناتجة عن الانكسارات والالتواءات. أولا، نوع الصخور يا أولاد هنا صلبة في الانكسارات، أما في الالتواء فهي صخور رسوبية. وبخصوص الأشكال التضاريسية الناتجة عن الانكسار،
هيا بنا نراجع. جبال انكسارية وحافات انكسارية وأغوار وخوانق. أما بخصوص الأشكال التضاريسية الناتجة عن الالتواءات فنجد هنا جبال التوائية وهضاب. أحبتي في الله، أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، ونلتقي بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم ومع الحركات الباطنية السريعة. السلام عليكم ورحمة الله.